أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أعلنت شركات تكرير يونانية عن أن العراق يعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى اليونان بعد كازاخستان. وقالت مصادر في شركة التكرير النفطية اليونانية إن أثينا توصلت إلى اتفاقات للحصول على كميات إضافية من النفط الخام من الشرق الأوسط لتعويض النفط الروسي، مبينة أن روسيا بدأت تواجه مشاكل في بيع نفطها ومنتجاتها النفطية مع بدء تأثير العقوبات الغربية. وأشارت إلى أن شركة موتور النفطية بجانب شركة هلنك النفطية أبرز شركات التكرير التي تشتري النفط الخام من العراق، وكما بيّنت أن صادرات الخام العراقي إلى اليونان تجاوزت 30% خلال العام الماضي. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط تزوير وتلاعب بتفاصيل معاملة جمركية منجزة خاصة ب 55 حاوية سببت هدرا بالمال العام لأكثر من 123 مليون دينار عراقي في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. وأوضحت الهيئة في بيان أن عمليات الضبط التي تنفذها هيئة المنافذ الحدودية مستمرة لجميع السلع والبضائع الواردة، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط معاملة جمركية منجزة في سيطرة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي تتضمن 55 حاوية محملة بمكيفات هواء بقدرات وأحجام مختلفة. وأضاف البيان أنه عند التدقيق في المعاملة تبين وجود هدر من المال العام بأكثر من 123 مليون دينار بسبب التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية الحقيقية عن قيمة المواد. أقرت هيئة النزاهة في العراق بتورط مسؤول في الحكومة الحالية في قضايا فساد وهدر في المال العام. وبحسب مصادر صحفية فإن المدير العام للشركة العامة للمنتوجات الغذائية في محافظة ميسان جنوبي العراق تورط بارتكاب جرائم فساد وتسبب بهدر بنحو 132 مليون دينار عبر شرائه مواد منتهية الصلاحية. وأشارت المصادر إلى أنه ما لم يتم الكشف عنه من الجرائم في الدوار التابعة لحكومة بغداد لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من حجم ما هو موجود في الواقع. يتوقع خبراء من الأردن أن يرتفع التضخم في البلاد إلى 6% في حال إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية، كما توقع الخبراء أن تتفاقم مستويات المعيشة وتقفز المديونية العامة في البلاد إلى أكثر من 56 مليار دولار، وتعد تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية. وفي تشخيص دقيق لأثار الحرب، قال وزير المالية الأردني محمد العصعص قبل أيام خلال مناقشة البرلمان للموازنة العامة، قال إن إعداد موازنة 2022 جاء في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة على النطاق الدولي، ولم يكن الأردن بأي حال بمعزل عن هذه الظروف القاسية. تراجع سعر الذهب العالمي اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1916 دولاراً و86 سنتاً للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ الأول من آذار عند 1906 دولارات يوم الثلاثاء. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4% عند 1919 دولاراً و50 سنتاً للأوقية. ويعد الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للحيازة غير المربحة للسبائك. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الاقتصاد، إلى اللقاء.